هي ضحك وقال لي منيتك خايفه مني، جاوبته ببرود وعلاش ما نخافش، وشاف لي بخيبه امل وقال ايوا سيري دخلي يهديك الله راكي باقه ما عارفانيش. قلت له دابا شنو بغيتي تقول؟ واش ما غنرجعش الخدمه؟ قال لي اللي بغيتي، بغيتي ترجعي رجعي، ما بغيتيش انتي ما مجبوره على والو، وداك العقد تعتبريه ملغي. فكرت مع راسي ولقيت انه من مصلحتي نرجع نشغل وقتي حسان ما نبقى مقابله الحيوط. قلت له سناني غنلبس ونمشي معاك، وتميت داخل للدار وشدني من ايدي وقال في دار تسناني. قلت له اشنو عاود؟ قال هاد السيمانه بلاش، انتي باقا عروسه وما جاياش تمشي للخدمه. تزلقت وحنيت راسي وقلت له اوكي صافي. قرن مني وبغى يبوسني في شنايفي، ودورت وجهي ما عجبوش الحال، مشى هبط بلا ما يودعني، ودخلت انا للدار وسديت الباب. دوست داك النهار غير في الدار، جمعت بيتي وجبت الحوايج من الباليزه وضويتهم في البلاكار، ومشيت لبيت خالي جمعته وطويته صايبتهم في البلاكار، وغسلت الماعن وجلست كنتفرج. ووصلت الخمسة دالعشية وبغيت نوض نصايب العشاء، وويصوني ليا خالي قال لي يا غنمشي ونباتو في دار جدادي. قطعت معاه ودوشت ولبست وجلست كنتسنى فيه يجي، وفي نفس الوقت كنت كونيكتا. دخل ومشى للدوش ولبس لبسه سبور، جاتو كتحمق. خرجنا من الدار وركبنا في الطوموبيل، حتى ضربنا نص الطريق وتفكرت انني ما جبتش معايا حوايجي. قلت له وقف وقف خاصنا نرجعو للدار. قال علاش؟ قلت له نسيت ما جبتش حوايجي. دار ابتسامه وقال لي بلاش راه كاين حوايجك حتى تما. قلت له كيفاش؟ وهو يقول كنت شريت ليك شي تخربيقات وديتهم تما. قلت له باستغراب ما فهمتش، وجاوبني وقال حيت غادي نسافر واحد السيمانه وما بغيتش نخليك بوحدك. صدمني قلت له فين غتسافر؟ قال لي على حساب الخدمه، المهم انتي غادا تجلسي معهم سيمانه. ما عجبتنيش الهضره ديالي، ماشي حيت غادا نجلس سيمانه مع دارهم، بالعكس هما ناس مزيانين وما شفت منهم غير الخير، ولكن ما بغيتش يمشي ويخليني بوحدي. ولفته بزاف، ولفت اهتمام وحنان، صافي تقلب مزاجي في ساعة وكرهت راسي. ما حسيت حتى وصلنا للفيلا ديالهم، كلاكسونا على العساس وحل علينا ودخلنا. شد ليا في ايدي ومشينا للباب، كانوا كلهم واقفين كيتسناونا على برا، جداتو واختو عجوزتي ومرات عمو. رحبوا بينا بصلاة وسلام وتمار والحليب، زعما عرسان جداد دخلوا عليهم. الصراحة كبروا بيا وفرحوا بيا، وتعشينا مجموعين وحنا ناشطين. ووصلت العشرة دليل وكل شي مشى ينعس، وهي تقول عجوزتي الخالي خليل خذ مراتك وسيروا ترتاحوا في بيتكم. قال ليها واخا ماما، داز ليها راسها وحتى انا درت نفس الشي، بسها في راسها ومشينا انا وخليل. شد ليا في ايدي ووصلنا للبيت، ماشي بيت قول شقة، كبير بزاف وفيه أتات فاخر وديكور كلاسيك. دخلنا وبلا ما نحس نطرت ايدي منه، ما عرفت من ديه. مشيت جلست على طرف الناموسية وعقلي كيدي ويجيب شوية، نت دخلت دوشت وخرجت بالبنوار ديال الدوش، قلبت عليه ما بانش ليا في البيت، ومشيت للبلاكار كنقلب على ملبس وانا نتصدم، كان البلاكار عامر بالحوايج، داكشي مستف ومنظم، سراول جين، تريكويات، بيجامات، لي شوميز دو نوي، ملابس داخلية، كلشي تفكرو، ما نسى حتى حاجة، حتى من لباس الصلاة شراه ليا، وبقيت حالة فمي، بغيت نجبد بيجامة نلبسها، بغيت نجبد بيجامة نلبسها.
تلافت ما لقيت ما نلبس. ما كاين غير المقزب ولد الهم بغى يستغل الفرصة. بعد ما قلبت البلاكار لبست بيجامة في الصفر مقزبة ومهرية من ستة، وقفت مقابلة مع المراية. جاتني مثيرة بزاف، حشمت من راسي. أوف على حالة، ما خاصوش يشوفني هكا. لقت شعري وتلاحيت على الناموسية باش نعس قبل ما يجي. غمضت عيني وكنحاول نعس ولكن بلا فائدة. حتى تحل الباب شديت طرف الناموسية وغطيت راسي مزيان، ودنت راسي ناعسة وبديت كنسمع خطواته كتقرب، وقلبي بغى يخرج من بلاصتو ودقاتو كيتزادو مع كل خطوة. نعس حدايا، أعطيته بالدار وكنستغفر حتى كنحس بيه كيلعب في شعري. صمرت في بلاصتي وقطعت النفس. قرب العنقي كيبوس بحنان وكيداعب. طلعت معايا القشعريرة، تحركت وبعدت منه، والسيد صافي جهل وتجرأ على أماكن أكثر حميمية. لمس صدري مع ما كنتش لابسة سوتان. هنا صافي ما بقيتش قادرة نستحمل، نقصت من بلاستي وجيت واقفة. خليته مصدوم في بلاستو وهو يقول واللي دابا بوعو ياك كنخلعك. ما كنتش في هاد العالم، الخوف والرعب سيطروا عليا، رجعوا لي قاع دوك الاحداث فاش اغتصبني. تفكرت كل لمسه وكل عطه وكل ضربه، وقلت له بانفعال شنو بغيتي مني؟ يا قلتي لي ما غاديش تقيسني. قال ما نقدرش نمنع راسي انا. وقاطعته وانا كنغوض، انت وحش باغي تدمرني، حرام عليك، ما كفاكش شنو درتي لي. وبديت كنبكي وكنقول بعد مني راك مرضتيني. الهضرة ديالي صدماته، ما زادش معايا كلمة وناض من الفراش ومشى خرج الباركون. جلست تما الليل كله هو كيكي، وفي الصباح أول صباح وسط قصر الفيلاني راجلي سميتو خليل الفيلاني. فقت على صوت زقزقة العصافير، بقيت كنتكسل في بلاستي حتى كنحس بشي حد معايا في الناموسية. ما هذا يا هذا، درت ولقيت خليل ناعس حدايا، وبقيت كنشوف فيه وكندقق في ملامحه. كان كيبان بحال الملام، ناعس وما جايب للدنيا اخبار. تفكرت شنو قلت لي البارح وشنو درت، وجاني تأنيب الضمير. ابقى فيا مسكين، جيت نبوسو في حناكو وهو يحل عيني. شاف فيا باستغراب وهز بورطابلو وشاف الساعة، لقاها 8 وناد مخلوع عاقد حجبانو ومغوش. ناد بلا ما يهضرني ودخل الدوش. خرجت البالكون وقفت كنطل على الجردة اللي كانت كلها ورود ومزروعة بعناية. حمقاتني، شهيت غير شي قليسة فيها. اتحل الباب للدوش ودرت وانا متصدم. خارج عريان كان داوي عليه غير فوطة، ونسيت راسي وسهيت فيه. بقيت مركز عينية على صدري. أوف، تلفت صافي ما عرفت مندي، ومشيت هربت للتواليت وسديت الباب. بقيت مسندة عليه وأنا كنلهت، ما عرفتش شنو طالي. زعزعت وترونت، مشاعري دايرين ثورة في داخلي. حتى عيط ليا نمشي ونفطر. عاد انتبهت وتوضيت وخرجت، لقيته جالس على الفوتي كيتسناني. قال يلا في ساعة راه كيتسناونا. قلت له صافي غير سير انت، انا راه خاصني نصلي. قال لي وهو كيشوف فيا بنظرات حنونة، واخا لالا صلي انا غدا نتسناك. صليت وهبطنا، كانوا غير العيالات كلهم مجموعين وحاطين فطور واعر. كانوا كياكلوا كيهضروا بعفوية، كل شي ضاحك وفرحان بيا. سالينا الفطور وناد خليل وقف وقال ليهم انا غنسافر سيمانه ونخلي معاكم في دا حتى نرجع. قالها بلا ما كيشوف فيا وبكل جديه، وبلا ما نحس ابتسمت ونط وقفت. قلت له بلاتي نوصلك للباب. شبكت ايدي مع ايدي ووصلته للباب. هو بقى غير كيشوف، ما فهم والو،
وصلنا الباب وقفت وقلت تمشي وترجع لينا بالسلامة. قال لي يا شكرا، ومشى وخلاني واقفة في بلاستي. خليته حتى حرك طوموبيلتو، عاد دخلت وسديت الباب. هاويلك هذا مالو كيتبوحط عليا هكا، ما حملتوش وما عجباتنيش الطريقة باش تصرف معايا. اوف عصبني. ايوا خليه يطرطق كاع، وانا مالي. دوزت داك النهار هادي. في الاول طلعت لبيتي وصايبت الفراش وجمعت البيت، وعيطت على ماما وعاودت ليها على عائلة خالي. بقيت كنشكر فيهم وهي كتوصيني نتخلى فيه وما نضيعوش من بين ايدي. كتوصي وكتعاود حتى نواتني. ودوزات لي بابا كيضحك معايا مسكين وفرحان بيا. قطعت معاهم وانا مرتاحة من جهتهم، على الاقل فرحت والديا وتهناو عيني. هبطت لتحت ولقيت سلوى وديك سهام حدا التلفازة كيتفرجوا في مسلسل تركي. تقبض عليا قلبي، ما عرفت ايمتى جات تاني وعلاش جات. جلست كنتفرج معاهم في جو ممل وقاتل، بالخصوص ديك اللفعة كانت غدا تاكلني بعينيها. كرهتها ونط خرجت للجردة وبديت كندور ونتسارى، حتى جلست على فوتي وبكيت كنتكونيكتا في الفايس. وجات عندي عبوستي هزا بلاطو فيه كيسان العصير، جات عندي وكتبتسم وحسيت بالراحة والاطمئنان من جهتها. حطيت البلاطو على الطبلة وجلست وهي تقول مرحبا بعروستي، تفضلي العصيرة بنتي. قلت ليها لهلي خطيك خالتي، وقالت شكرا بنتي بزاف. كنا قطعنا الأمل من خالي، من النهار اللي غنشوفه مزوج حتى هو ومستقر وغيدير ولادو. غير كنتمتم هربوا ليا الكلمات، وقالت ما تديش عليا غير الفرحة. بديت كنشرب في العصير بلا وعي، والهضرة ديالها كتدور في بالي. قالت قال لي يا خالين ما عندك خوت غير انتي واختك اللي عند والديك ياك. تقرست من الهضرة ديالها وحاولت ما نبين ليها والو، وقلت ليها اه انا واختي صفاء. وغرغروا عينيا بالدموع. تفكرت صفاء ما عرفت فين غدا تكون دابا مادام ما بقاتش مع سفيان. الله اعلم تكون رجعت للبيران والفعايل ديالها. سافرت بخيالي، ما فيقاتني غير عقولتي بواحد السؤال صدمني. قالت بنتي سمحي لي نسولك. قلت لها نعم خالتي تفضلي. قالت شنو درتو انتي وخليل في قضيه الاولاد؟ استغربت من هذا السؤال والوقاحه اللي فيها، كيفاش تجرأ وتسولني سؤال بحال هذا؟ جاوبتها ببرود كيفاش شنو درنا. قالت سمحي لي كندخل في حياتكم، ولكن انا كنت رجاك بنتي بلا ما تاخدي الكينه عافاك. واخا خليل يقول لك شربيها انتي ما تسمعيش منه. قلت ولكن خالتي. قطعتني وحطت ايدها على يدي وقالت عافاك، ما تعرفيش امتى نموت بنتي، وبغيت نشوف ولاد خليل راه ما عندي حد من غيره. توترت من هذا الموضوع وبغيت نسكتها باي طريقه، وقلت لها يكون الخير خالتي. وقالت لينا نمشي ونتغداو، ودخلت مع عقولتي وهي معنقانة. مشينا جلسنا وتغدينا. طلعت لبيتي واتكيت شوية حتى كنسمع شي حد كيدق في الباب. نط وحليت الباب، كانت جلسنا في البالكون. جلسنا كناكلو كنجمعو وضحكو. وعودات ليا على خطيبها اللي كاين في كندا، عودات ليا على باباها والطريقة باش مات. مات بأزمة قلبية. وعودات ليا على جداتها وتسلطها وتحكمها في كل شيء. المهم هضرات عليهم كاملين وخلات غير سهام. وقررت نسولها على سهام ونعرف علاش كتعامل معايا خالي. واستجمعت شجاعتي قبل ما نهضر وقلت لها بغيت نعرف مال سهام معايا. قالت خليكي منها، النصيحة اللي غنعطيك هي خاصك تديري منها أطونسيون، حيت تقدر تدير اي حاجه باش تطيرك من هنا. لا هي ولا ديك ختها. صدمت وقلت وعلاش كاع هاد الشي وشكون هاد ختها؟ سكتات مده قبل ما تنطق بحال كانت متردده، وقالت فيضة واش عارفه باللي خليل كان مزوج؟ قطعتها وقلت اه عارفه كل شي.
عينيها غرغروا بالدموع وقالت: عرفتي بشكون كان مزوج؟ قلت: شكون؟ قالت لي: خت سيهان. قلت لها: بصح؟ وهي تقول: ايوا شفتي علاش دابا كنقول لك حدي راسك منها، حيت ما كرهتش خليل يرد ختها. قلت لها: علاش هي ما تزوجات؟ قالت: شكون غادي يتزوج وحده بحالها؟ استغفر الله العظيم، خلينا ساكتين احسن، ادعينا هل الله. الهضره ديالها نزلت عليا بحال الصاعقه. الله يا ربي، اش هاد المشاكل، حتى كتقاد من جهه وكتزيد تعواج من جهه اخرى. تلفت حتى كنسمع سلوى كتهضر، قالت: ونزيدك، ماشي غير على هاد الشي كتكرهك. قلت لها: واشنو كاين مازال؟ قالت: سهام وجواد ربي ما عطاهمش الاولاد. قلت لها: بصح، وشحال وهما مزوجين؟ قالت: 10 سنين، والمشكل في جواد، عياو ما يديروا اطفال الانابيب وما خلفين مشى، كل شي قطع لهم الامل. للاسف حاله جواد ميؤوس منها. قلت لها: مساكن. وهي تقول: مساكن نوضي، راه انتي اللي مسكينه، هادوك راه السم لك حل، ما تعرفي كاع شنو يقدروا يديروا فيك. استغربت وقلت: وانا علاش اشنو درت ليهم؟ واش انا اللي حرمتهم من الاولاد؟ قالت: كيفاش انتي علاش؟ راهي لحملتي غتجيبي الحفيد الاول والوحيد اللي غيحمل اسم هاد العائله وغيورث الاملاك ديالها، حيت هادي هي الرغبه ديال جده. انا سمعت الهضره ديالها ودارت بيا الدنيا، تفكرت خليل والشرط اللي بدو عليا، بغيت ندير ولادي، وانا نفهم علاش كان زربان على الزواج، ولكن علاش اختارني انا؟ زعما يكون كيبغيني كيف ما قال ليا؟ لا ما يمكنش، اش من حب، يمكن كان عجبو صافي، ولا شفق عليا. وسهيت تاني في افكاري حتى فيقاتني سلمى، قالت: هاهو فين مشيتي؟ شافت في الساحة ونادت وقفات بدون سابق انذار وقالت: ناري فاتني المسلسل. ومشات وخلاتني تالفة، ما عارفة ما نسبق ولا نوخر. ودازت 3 ايام في الدار الكبيرة، ما حسيتش بالوقت، ديما مجمعة مع عكوزتي ولا لوزتي، وحتى جدة وخا طبعها قاصح ولكن ديما مكبرة بيا. ما كان منغص عليا غير سهام والسم اللي كيقطر من عينيها. خليل من نهار مشى ما بانتش اخبار، حدو عيط لماما وقال لها راه وصل. حتى لواحد النهار فقت معطله بحال ديما، توضيت وصليت ونزلت نفطر، ولقيت سلوى كتفطر حتى هي اكثر مني، كتفيق معطله. سالينا الفطور وجلسنا في الصاله مع عجوزتي كنتفرجوا ونتكونيكتاو. صونا التليفون دال عجوزتي وشافت النمره وجاوبات في ساعه، وكان خليل، ما عرفت شنو قالها، شي خبر مفرح. قطعات معاه والضحكه مرسومه على وجهها، نهدات وقالت: الحمد لله. انا قتلني الفضول وانا نقول الله يسمعنا اخبار الخير. قالت: الحمد لله بنتي، العمليه خليل نجحات. بقيت ساكته ما لقيت ما نقول، بقيت حالة فمي وما فهمت والو. سلوى سمعت هاد الهضره ونادت عنقات ماماها وجات عنقاتني حتى انا وقالت: الحمد لله كنت متاكده، ما فهمت والو وما عرفتش علاش كيهضروا، والمشكل ما قادراش نسول، خفت ندير شي فضيحه. حاولت نركز شويه وعاد بديت نستوعب، خليل دار عمليه، يعني ما سافرش على حساب الخدمة. قالت العجوزة: آه بنتي خوك برا، وإن شاء الله قريب غيرجع لينا خليل ديال زمان. قالت سلوى: أنا كنت متأكدة ماما، ما تخافيش خويا غيرجع لينا. كتقولها وكتبتسم ليا، أنا كنت بحال أطرش في الزفة، ولكن درت راسي عارفة كل شي وحاولت ننسجم معهم، وقلت: إوا الحمد لله فاش نجحت لي هاد العملية. بعدا عجوزتي مسحات دموعها اللي نزلوا وبدات كتحكي لي على خليل وتعاود لي على حياته، كتهضر عليه بحنان وتأثر، قطعت لي قلبي
قالت: ولدي خليل كان إنسان متفائل بالحياة وملتزم بدينه، كان ما كيختارش الصلاة في الجامع وكيصوم الاثنين والخميس حتى لذاك النهار اللي تعرف على قليلة الأثر. وسكتات كتحاول تستجمع أنفاسها قبل ما تكمل. من نهار تزوجها حياته تبدلات، كان صابر غير على قبل ولده. وهنا ما قدراتش تحبس طموحها، بقات كتبكي وتشهق وقالت: الولد اللي غيصدق في الاخر ماشي ولده. عنقتها وكان حاول نخفف عليها وهي تقول: ولدي مسكين صدم صدمة عمره، ماشي غير راح تلقى مراتو مدخلة صاحبه للدار ومنعساه فوق سريره، ولكن حيت كان كيحماق على ولده كان روحه في ولده. نهار دار التحاليل وعرفوا ماشي من صلبه تصدم ومرض، ما بقاش خليل اللي كان عارفه، قطع الصالة ولا عاطيها غير البيران. تأثرت بزاف بالهضرة ديالها، خصوصا انها كانت كتهضر وكتنخصص بالك وهي تقول عجوزتي. واحد النهار مشى للبار بحال ديما، ما عرفت شكون ضربه بالموس وفخده، ضربوه بكل وحشية وهربوه خلاوه كينزف، ولولا لطف الله كانوا غيقطعوا له رجله. انا هنا انفاجرت بالبكاء، تمنيت الارض تنشق وتبتعل عني. طريقه كلامها حساتني انني مذنبه، عندها الحق، انا مجرمه. نط كنجري وطلعت لبيتي وبقيت كنبكي. دخلت البيت وطحت على الناموسيه كنبكي بحر ما في جهدي، كنفكر في خليل وكنبكي. بقى فيا بزاف، مسكين شحال عانى في حياته، تعرض لأبشع أنواع الخيانة وتصدم في ولده. جيت أنا عوض ما نشفي جروحه ونحس به زدت عذبتي، علاش يا ربي درت فيه هكا؟ هو ما دار معايا غير الخير وأنا عذبته وحرمته من حقه الطبيعي. والمشكل علاش كان عذبه ونعذب راسي؟ شنو دار لي يا مسكين؟ بارك غير فاش خرجني من الحبس وما بلغش عليا البوليس. بقيت هكاك كنلوم في راسي وكنبكي والنوح حتى بردت شوية، ونطت وطيت وصليت وطلبت الله يهديني ويغفر لي. ارتاحت شوية وقررت أنني نعوضو على كل ما فات. قررت نمحي ديك الليلة من بالي، أصلا حتى هو معذور وخا اغتصبني وعذبني. عاهدت نفسي قدام الله غنحاول نخليه أسعد راجل في الدنيا. ودازت سيمانة في رمشة عين، دوزتها غير في الدار. أغلب الوقت كنكون في بيتي كنفكر في خليل وصورته ما كتفارقش خيالي، مع أنه ما اداهاش فيا وما حاولش يتصل بيا قعد 15 يوم اللي غبا. وخا هكاك كنت عادرها حتى لذاك النهار اللي غير رجع فيه خليل. ضربتني الفيقة بكري على غير العادة، حاولت نرجع نعس وما قدرتش. بديت كنتخايل في اللقاء ديالنا كيفاش غيكون، اكيد غيكون باقي مقلق مني. خاصني نصلح الغلط ديالي وخاصني نعوضه على كل ما فات. نطت وضيت وصليت ودعيت الله يوقف معايا. نزلت نفطر ولقيت العجوزة والجدة وزوجة العم كيفطروا، صبحت عليهم وجلست نفطر. كانوا كيهضروا على حساب ما فهمت غيجي مع السبعة العشية، وجات في بالي واحد الفكرة ونط بلا عجز عليا مشيت لبيتي. لبست لبسة أنيقة في بلومارني وبديت كنقلب في البلاكار على شي شوميز دوني يليق لهاد المناسبة. عزلت جوج، واحد في الأحمر والآخر في الكحل. ديت شي ماكياج وشي بارفان وشي تخربيق ونزلت ولقيت عجوزتي جالسة كتفرج. قلت لها أنني غادة لداري نقيها ونجمعها قبل ما يجي خليل. عيات فيا ناخذ معايا الخدامات وما بغيتش، بغيت هاد الشي يبقى بيناتنا انا وخليل. وصلت الشيفور يوصلني، دزنا على السوبر مارشي وشريت الشمع والورد والنفاخات وكاع داكشي اللي غيخصني، ومشيت للشقه ودخلت. واول حاجه درتها جمعت الدار وقديتها ورديتها كتشعل، وفرشت الورد من الباب حتى لبيت النعاس وحطيت الشموع في كل مكان. بيت النعاس حتى هو قديتو مزيان وفرشته بالورد الأحمر والنفاخات مكتوبين بسمياتنا بزوج. حطيت شميعات هنا ولهيه
وسرحت الشوميز دلوي فوق الناموسية باش فاش نجي نخليه كي يدخل الطوموبيل الكراج ونطلع نلبسه قبل ما يجي. قررت نسلم راسي لراجلي ونخليه يتمتع بحلاله. قررت نوجد ليه ليلة رومانسية، ليلة حمراء، وقررت نوجد ليه راسي عروسة. بعد ما قديت كل شي في الدار ووصلت استاد العشية، شديت تاكسي ورجعت الفيلا. ومع الدخلة ضربتني ريحة الشهيوات، كل شي كيوجد الخليل. حتى من ديك السلع فانت سهام جات. طلعت لبيتي دوشت وتخليت في راسي بكريمات مرطبة ومعطرة للجسم، كنت شريتهم من قبل. خرجت من الدوش وأول حاجة درتها لبست غوب من هادوك اللي شرا ليا خالي، وسرحت شعري وخليته مطلوب، ودرت مكياج صارخ ونزلت لتحت. كل شي بقى مصدوم فيا وحال فمي. سلوى بوحدها اللي كانت كتضحك ليا وكتغمزني على سهام اللي كانت حالتها حالة مسكينة باغا تموت بسمها. جلسنا في الصالة كنتسنى في خالي. شوية سمعنا صونات ديال الباب، نضنا كاملين استقبلو. عقوستي وسلوى مشاو كيجريو وحلوا الباب، وأنا بكيت واقفة موراهم ومشاعري مخربقة. حلوا الباب ودخل، قلبي تهز من بلاصتو. ياه شحال توحشت، شحال توحشت نظراتو وابتسامتو. سلم عليهم كاملين وكلهم كيباركولي، وبدا كيقلب عليا بعينيه. تلاقات نظراتنا وتوقف بين الزمان والمكان، نسينا الوجود ودبنا في بعضياتنا. وقالت لي عجوزتي ما تسلميش على رجلك يا بنتي. وبديت كنقرب منه، وحتى هو كيتمشى مشية طبيعية من عينيا غرغرو بالدموع. قربت منه وعنقته وبستو في حنكو. السيد تلف، ما طلقت منه وحتى جا عمو بغى يسلم عليه. حتى هو درت فضيحة وصافي. مشينا جلسنا في الصالة تعشينا، وخليل جا جلس حدا عمو وأنا جلس حدا عجوزتي. جيت مقابلة معاه، عينيه ما حيدهمش عليا، وحتى أنا نفس الشي. فين ما كيتلاقاو عينينا كنضحك ليه وهو كيبادلني الضحك. كنتسنى غير انت يسالي هاد العشاء. صافي صبري تسالى، توحشتو لأقصى درجة. ما وصلت العشرة ديال الليل حتى كنت غدا نموت. كل شي مشى ينعس وبقينا غير أنا وخليل عجوزتي. وهي تقول واش غتباتو هنا ولا غتمشيو لداركو؟ قال خليل واقيلا غنبقاو غير هنا. خشيت ايدي في دراعه وكانت عوج عليه وقلت له شيري يلا نمشيو لدارنا حسن. عجوزتي حشمات وفهمت راسها ومشات وخلاتنا. وخليل جحد خرج عينيه وتصدم فيه. جريته من ايدو وخرجنا للجرد. ركبنا في الطوموبيل وشدينا الطريق وحنا ساكتين. وصلنا للعمارة وبديت في البال. قلت له ويلي خالي لرجع. قال لي شنو عاود؟ قلت له نسيت التليفون في الدار. قال ايوا صافي خلي حتى الغدا راني عيان دابا. وبديت كنت بوحد عافاك خالي بغيتو ضروري غتعيط ليا ماما في الصباح. صافي مسكين في ساعه صافي مسكين في ساعه طاب. وقال امري لله ومشى يديماري الطوموبيل. حبسته وقلت ليه انا بلا ما نمشي معاك. ونزلت من الطوموبيل وضميري كيعذبني. السيد عيان مسكين وانا مكرفسة عليه، ولكن ما عندي ما ندير، خاصني نربح الوقت. طلعت كنجري للشقة، شعلت الشموع وطفيت الضوء وخليت إنارة خافتة. دخلت في ساعة البيت ولبست شوميز دنوي. في الحمر، كان قصير وناعم معري من الصدر ومشبك من الظهر، الشي اللي بين قوامي الممشوق وجعلني مثيرة لأقصى درجة. قديت المكياج وعكرت بالحمر وطلقت شعر، وسمعت الباب كيتحل وخويت عليا البارفان ومشيت تخبيت في القند. عرفتو غيجي لعندي حيت غيتبع الورد. وداكشي اللي كان دخل البيت وانا نعنقه، وداكشي اللي كان دخل البيت وانا نعنقه ورا ظهره وزيرت عليه. دوخيتني ريحتو ورجولتو الطاغية وانطقت بلا وعي توحشتك.
بقى جامد في بلاصتو شحال قبل ما يدور عندي. فاش دار تصدم ما تحركش، إنما بقى كيفتارسني بنظرات مترددة. زدت قربت منه بابتسامة وعنقته بسطوف عنقه بوسة خفيفة. صافي السيد جهل نزل راسه لعندي وقلبي بدا كيضرب بالجهد. حسيت بشوية الخوف، ولكن في ساعة تحكمت في راسي وغمضت عيني واستسلمت لنداء قلبي. بديت كنشم ريحة أنفاسه ودوزنا ليلة رومانسية بامتياز. حسيت براسي عروسة بحال أول مرة غيقيسني. كان حنين معايا بزاف وكيردد هو في كامل النشوة ديالو، كان بغيك حبيبة فدا انتي ديالي. كان كلامه إحساس صادق، ما نكرش أنني حتى أنا ماشي غير كان بغيه وليت متيمة به. نسيت قاع القسوة ديالو ونسيت قاع الذل والإهانات. حاجة وحدة اللي باغا نبقى معاه العمر كله. فقت في الصباح ولقيت راسي على صدره. الله على إحساس شحال زوين. كان مزير عليا بحال لا خايفني نهرب ليه، وجات عيني في الجرح اللي تسببت فيه. تحجروا الدموع في عينيا وحل عينه وبقى كيشوف فيا مستغرب، وحاوطني بدراعه وقال حنان حبيبة مالكي سمحي لي، والله ما الخاطر انت اللي جبتيني. لمست جرحه بايدي وبديت كنبكي بحرقة وقلت انت اللي سمح لي انا مجرمة. بدا كيمسح لي في دموعي وقال شت انت حبيبتي، وباسني بوسة خفيفة على جبيني وقلت له ولكن انا ضربتك بموس وهربت وخليتك كتنزف. قطعني بنبرة جدية قال شفتي يا فيدا، كون ما درتيش هكا ما نكونش بغيتك وتغرمت بيك. صدمت منه، صدمت وقلت له شنو؟ قال انتي درتي اللي كان خاصو يدار، اي وحدة في بلاستك غدير هكاك باش تحافظ على شرفها. قلت له ولكن انا رمشيت للبار بحالي بحال بنات الزنقة. تعصب وقال ما تعاوديش تقولي هاد الكلمة، انتي اشرف من الشرف. الهضرة ديالو ريحاتني وفرحاتني، حيدات علي هم كبير. وانا نسولو على العملية اللي دار، قال لي الحمد لله كانت ناجحة وماشي شي عملية صعيبة. وبقيت شحال نعفة على صدره وكانت صنت لدقات قلبه المتسارعة وهو كيلعب لي في خصلات شعر. شفت الساعة ولقيتها العشرة، فات الحال. طبعت قبلة خفيفة على صدره وتسلت منه بصعوبة ودخلت للدوش. خرجت ومشيت نصلي وهو دوش ومشى يوجد الفطور. صليت وشكرت الله ودعيته ييسر لي أموري مع راجلي ويبعد علينا المشاكل والهموم. نزلوا دموعي بحال ديما، إنما هاد المرة ماشي بحال. من قبل كنت كنبكي من القهر والألم، أما دابا كنبكي من قوة الفرحة والسعادة. وخا ما كنتش مرتاحة، قلبي كان مقبوط عليا، عندي إحساس أن سعادتي ما غدومش. يمكن مجرد تخوف ويمكن من قوة المشاكل اللي دازوا عليا، وليت كنستخسر الفرحة في راسي، ويمكن كنت وهم. نط مسحت دموعي وجمعت صلايتي ونط وقفت. تفاجأت بخليل واقف كيشوف فيا متكي على الباب بود وبعطف ومحبة. غرغروا عيني بالدموع، دموع الخجل والحسرة. مشيت عنده وعنقته وسيرني لعنده بقوة حتى حسيت بضلوعي غيطردقه، وقال الله يخليك ليا، انتي أجمل هدية رسلها لي الله. جاب لي البكية. تفكرت شنو عودات لي عكوستي، كيفاش كان ملتزم بدينه وكيفاش كان ما كيخطاش الجامع. كنت غنجبد معاه الموضوع ونوصيه يرجع لصلاته، ولكن خفت نجرحه أو نزرب عليه وقلت نخليه مع الوقت. ومشينا نفطره، جلسنا نفطره في جو مليء بالحب، كيوكلني ونوكله وكيبوسني ونبوسه. سالينا الفطور وخرج مشى للخدمة، وأنا جمعت الطبلة وغسلت المواعن ونقيت الدار ورديتها كتشعل. صليت الظهر وجلست كنتفرج وتفكرت ماما وعيطت عليها. هدرات معايا بطريقة في شكل حسيت بحال كتخبي عليا شي حاجة. قلت ليها دوز ليا بابا، قالت لي ناعس
زادت نواتني، قطعت معاها وتشطنت، كاع الأفكار السوداء دازو في راسي. تخلعت وعاودت عيطت عليها، كنسولها واش بابا ما فيه والو، ما تهنيت حتى حلفات ليا بأنهم بخير، عاد ارتاحيت. وصلت الخمسة دالعشية وعيط لي خليل، قال لي احنا معروضين العشاء عند صاحبه. دخل للدار مع الستة ولقاني عاد خرجت من الدوش وجالسة حدا المراية كرمشات في شعر، قرب مني وباسني في حنكي بوسة خفيفة ودخل يدوش حتى هو، وانا مشيت نشوف ما نلبس. لبست وقفت حدا المراية راضية على المظهر ديالي، ما حسيت حتى لقيت خليل معنقني من اللور وكيهمس في ودني بعبارات العشق والإعجاب، دوخني بريحة البارفان، درت عنده وملي شفته تزعزعت وترونت. قرب مني وباسني في فمي بوسة طويلة، تلفاتني على القبلة وتجاوبت معاه، وسافرنا لعالم اللذة والنشوة ونسينا راسنا. كل ما صاحب وصونا عليه وكيسولو علاش تعطلنا كنا نكونو مشينا بعيد. خرجنا ومشينا لعندهم، دوزنا ليلة غزالة مع صاحبو ومراتو اللي رحبات بينا وما خلاتش من جهدها، كلينا وهدرنا وضحكنا ولعبنا مع ولادهم. ووصلت العشرة دالليل ورجعنا للدار وبدينا في اللعب ديال بصح، لعبنا مرة وجوج وتلاتة حتى سخفنا وتسخسخنا، وكان قرب يأذن الفجر وهو نعس وأنا نطوشت وصليت. الأيام غدا عادية وهادية حتى داز شهر. كل صباح خليل كيمشي يخدم وأنا كنجلس في الدار، كندير الشغالات ونضل نجري من هنا لهنا وأنا فرحانة براسي، كندور بحال شي فراشة. وفي الليل كنكون في حضن حبيبي، عرفت معاه المعنى الحقيقي للسعادة وراحة البال، ما كاين اللي نغص علينا حياتنا. كنحاول ما أمكن نرضيه ونخليه أسعد راجل في الدنيا، وكنكبر بعائلته وعرضت عليهم شحال من مرة وصحابه حتى هما، وكنحاول معاه شوية بشوية نقنعه يرجع يصلي، وحتى هو ما خلاش من جهته، ما خلى ما دار عليا. وأكثر حاجة أثرت فيا هي فاش تكلف بعملية بابا بلا ما يقولها ليا. واحد النهار اداني للرباط وتفاجأت، لقيت بابا في أكبر مصحة خاصة، دار عملية ناجحة ورجع يتمشى من جديد. كبر في عيني بزاف وزدت تعلقت بيه، وعلاقتنا تقوات وتقربنا من بعضياتنا كتر وكتر. كل نهار كيدوس كنبغيو بعضياتنا كتر، وكنتعلقوا ببعضياتنا كتر، وكنعبروا لبعضياتنا على مشاعرنا بلغة اللسان وبلغة الجسد. حتى لذاك النهار كنت كنصايب كيكة وكنوجد القدي، واتصل بيا خليل وقال لي نوجد راسي باش نخرجو وندورو في جامع لفنا. قطعت وانا كننقز بالفرحة، كملت داكشي اللي كان في ايدي وحطيت القدي على الطبل ومشيت للبيت نوجد راسي. لبست وجمعت شعري على شكل داي الحصان ودرت ماكياج خفيف وجلست كنتسنى في خليل يجي. وصلت السبعة وسمعت الباب كيتحل، عرفته هو ومشيت عنده كنجري، واستقبلته بالأحضان والقبال بحال ديما. مسكين كان عيان وخا هكاك أصر عليا أننا نخرجه. بعد ما كلينا دخل دوش وبدل حوايجه، خرجنا من الدار وركبنا في الطوموبيل ديما روشة على الراديو. كنا ساكتين، كان طول أنا من النافذة وكنشوف في الناس اللي دايزين، كيف ما العادة الأجواء نشيطة والدنيا عامرة، ولكن إحساسي كان مختلف. ما بقيتش كنحس بالوحدة وما بقيتش كنحس بالحكرة، بالعكس كنحس براسي أسعد وحدة في هذا الدنيا، كنحس براسي محظوظة حيت ربي رزقني براجل بحال خليل، راجل ديال بصاح واقف جنبي ومحسسني أنني أميرة. غمضت عيني وتنهدت. وأخيرا وصلنا للسونتر، وقفنا الطوموبيل ونزلنا، تمشينا شحال أعاد وصلنا للساحة المشهورة، ساحة جامع لفنا. من ديما كنسمع عليها وكنتمنى نشوفها، كانت مكتضة على الأخر.
كان الجو استثنائي بمعنى الكلمة. درنا حتى عينا وتعشينا في هدوك المطاعم، ضحكنا وفوجنا، وفي الأخر جلسنا في كافيه أرجانا، المقهى الشهير اللي كيطل على ساحة جامع لفنا. جلست مع حبيبي في جو رومانسي وطلبنا الجلاس. جلست مقابلة معه، مرة كيهز إيدي لعندو كيبوسها، كيوكلني لجلاس. ما زولش عينو عليا، كنت حاسة براسي طايرة في السما، حاسة براسي ملكت الدنيا وما فيها. وأشنو غدا نبغي كتر من هكا؟ راجل يبغيني ويحميني ويحتويني، ولكن للأسف سعادتي ما دامتش، مكتاب عليا العذاب والألم. حسيت بعينين كيراقبوني، عينين أنثى كانت في طاولة بعيدة علينا شوية، كتفتارسني وكتخترق كياني. فجأة أهرب اللون من وجهي وبديت كندقق في الملامح ديالها، كنشوف واش هي ولا غير كانت خايل. ويا ريتني ما دققت، صدمت وتفجعت. لا ما يمكنش، أكيد كان حلم، مستحيل تكون هي. ركزت مزيان وغمضت عيني وحليته، ولكن للأسف كانت هي، لا مجال للشك. نفس الملامح ونفس النظرة ونفس الحالة، كانت اختي صفاء جالسة مع جوج درجة لابسة وما لابساش، كتكمل قارو وكتشوف فيا بحقد وغبري. ما كرهتش تنوض تقتلني، فشلوا عليا الكابيه ولساني تشل، حسيت بالخزي والعار والكره والغضب. خليل كيهضر معايا وانا ما كنجاوبوش، هو ما عاقب والو، مع كان عاطيها بالظهر ما شافهاش. ما بقيتش قادره نتحمل نظراتها، وقفت وخرجت كنزرب من الكافي. وتبعني خليل كيسولني مالكي، وانا ما قادراش نجاوب، كنحس براسي مخنوقه. عنقني وبديت كنبكي، المنظر ديالها وهي كتكمي والطريقه باش كانت كتشوف فيا عصبوني وشعلوا النار في قلبي. فاش شافني ما باغاش نهدر، خلاني على خاطري وجرني للطوموبيل وديماره. تكيت على الشاشة النافذه وسهيت في ذكرياتي، رجعوا لي كاع الاحداث الاليمه اللي عشتها في الماضي. تفكرت ايامنا بجوج وكيفاش كنت كنتقاسم معاها الفراش والماكله وكل شيء. تفكرت شنو دارت فيا، وتفكرت بابا وماما والمشاكل اللي دازوا علينا. مرضت في خاطري ودموعي ما بغاوش يحبسوا. خليل تشطن عليا وبقى غير كيشوف فيا. شويه بدا كيصوني تليفونه، شاف النمره وما بغاش يرد، خلاه كيصوني ويعاود ومن الاخر طفى. وصلنا للاقامه وخليته كيستاسيوني في الطوموبيل وطلعت. دخلت للدار ومشيت كنجري للبيت، وطحت على الناموسيه وبديت كنبكي. طابوا عيني بالبكا وراسي كان غيطرطق. شويه لعنت الشيطان وقررت نمحيها من بالي، ما خاصنيش نخلي هاد الشيء اثر عليا وعلى علاقتي بخليل، ما غاداش نعطيها فرصه تزيد تحطم لي حياتي. دخلت ندوش ولويت عليا فوطه وخرجت كنقلب على ملبس. لبست بيجامه سخونه واتكيت على الناموسيه كنتسنى في خليل يجي. عييت نتسناه ووالو، صونيت عليه ماشي مره وماشي جوج، تليفونه كيصوني وما كيجاوبش. تخلعت وخفت عليه، حتى كنت غدا نلبس عليا ونزل نشوف ماله، وهو يدخل من الباب ملامح ممحيه. من حر النار اللي في قلبي تلاحيت عليه كنعنقو وكنبكي. قلت له حرام عليك، فين كنتي؟ خلعتيني عليك. بدا كيمسح ليا على شعري وقال هانا معاك حبيبه، ما تخافيش عمري ما غنخليك. قلت له فين كنتي؟ جاوبني وهو كيتلحتم غير مع العساس. ومشى دخل الدوش في ساعة، ما عطانيش الفرصة نزيد نسوله. دوش وخرج ولبس بيجامته وجات تكا حدايا وعنقني من اللور، كيلعب في شعري وكيبوسني من عنقي. ونعسنا وحنا معانقين. فقت الصباح على صوت زقزقة العصافير. أول حاجة جات في بالي هي اختي صفاء، تفكرت الشوفات ديالها
والحالة اللي كانت عليها، هادي علاش تابعاني في حياتي. اش جات كدير هنا في مراكش؟ حتى قلت غدا نبدا حياة جديدة، حياة نقية مع انسان كيبغيني، وبانت ليا في حياتي من جديد، ومن نظراتها عرفتها ما ناوياش على خير.